ينضم معنا الخبير الاقتصادي موفق السيدية، مرحبا بك ضيفي الكريم. بداية، البعض وصف هذا العقد بأنه فساد هائل، فساد خرافي، كيف وجدتم تفاصيل العقد جرى بهذه الطريقة من شركة يعني دونت أنها شركة من 2020 فقط، ليس لديها الكثير من الخبرة، لا أحد يعرف عنها الكثير من المعلومات، وجرت الصفقة بهذه الطريقة؟ شكرا جزيلا وتحية لك ولمشاهديك الكرام. في الحقيقة كل ما دار في التقرير يركز على موضوع الشرط الجزائي الذي يعني يكون مبلغ خيالي في الحقيقة، لأمر مرتبط بعملية إدارية في صرف بطاقات الماستر كارد الخاصة بتوزيع الرواتب، وهذا الأمر يعني يدعو إلى نوع من الريبة و الشك في موضوع العقد أساسا. الشركة كما ذكر في التقرير ناشئة وحديثة وربما صغيرة، لا تطلع بكثير من هذه الأمور في التعاقد مع مؤسسات عملاقة كمصرف الرافدين الذي يزيد عمره على 85 سنة ويتعامل بهذا الموضوع منذ تأسيسه. يعني مصرف الرافدين يتعامل بالبطاقة الإلكترونية من وقت بعيد، ولكن توقف التعامل بها وعادت الآن. لذلك فيعني من الغريب جدا على إدارة هذا المصرف والخبرات التي يمتلكها والدائرة القانونية فيه التي تدخل هكذا مدخل وتضع شرطا جزائيا، وسرعان ما يتحقق هذا الشرط الجزائي عليها ويكلفها ما يزيد على 850 مليار دينار عراقي، أي 650 مليون دولار. فإذا الأمر فيه شك وفيه ريبة، ينبغي أن يكون هناك تحقيقا يعني تفصيليا وتحقيقا واسعا، وهل هناك مثالب في هذا العقد، وهل تم على حين غرة من الإدارة أم أن هناك تواطؤ من الإدارة ربما مع الشركة التي أبرم معها العقد. فإذا الأمر يعني فيه كثير من التساؤلات التي يجب على وزارة المالية، مجلس الوزراء، ومصرف الرافدين ذاته التحقق منها والذهاب إلى تفاصيلها لوضع حد لمثل هكذا أمور. وإلا كيف يتم يعني تحقيق مثل هذه السرعة الكبيرة في الشرط الجزائي وتحكم المحكمة لصالح الطرف الآخر؟ إذن الأمر هناك فيه كثير من التساؤلات حول صيغة هذا العقد، وربما أبرم بتواطؤ من طرف المصرف والشعب القانونية فيه والإدارة العامة. إذن ينبغي أن يكون في الأمر تحقيق، وهذا بالحقيقة يجب أن يكون بمثابة يعني كما نقول علم أحمر لبقية العقود التي تبرمها هذه الوزارة، وزارة المالية والوزارات الأخرى مع المتعاقدين المشكوك أساسا في صحة وجودهم في التعامل مع هكذا نشاطات واسعة جدا. نشاط الماستر كارد الآن في العراق يعني يصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مليارات الدنانير. فإذا الأمر يجب أن يكون هناك فيه سياقات قانونية وإجراءات، يعني إذا ما حصل هنالك يعني كان تحقيق، كان تحقيق حكومي يعني بدعوة حكومية في التحقيق، تتوقع أنه يمكن عدم دفع هذه القيمة اللي هي تعتبر شرط جزائي 600 مليون دولار، يمكن عدم دفعه إذا كان هناك تحقيق حكومي وعلى افتراض أن هنالك فساد حقيقي مركب سياسي إداري أو مالي؟ هو مؤكد أن هناك يعني ريبة وفساد في الموضوع أو تواطؤ. الشرط الجزائي العقد شريعة المتعاقدين، فإذا كان هناك توقيع للعقد من الطرفين فالعقد شريعة المتعاقدين، وهذا ما ذهب به القضاء، ويعني كان مستعجلا ربما في قراره، يعني لأن الأمر واضح بالنسبة بعد له كلمة القضاء العقد. وعليه أستاذ موفق، بعد كلمة القضاء التي تعتبر هي الكلمة الفصل والعقد شريعة المتعاقدين، لا يمكن استعادة 600 مليون دولار حتى ولو بدعوة حكومية، حتى لو أقامت الحكومة دعوة، لأن الحكومة تقوم دعوة على من؟ على نفسها؟ هو الآن مصرف الرافدين يعتبر شخصية
معنوية حكومية يعني مستقلة. فليس موضوع الحكومة وإنما في عملية الاستئناف ممكن هناك الاعتراض على هذا، فهذا يتطلب من الشعبة القانونية في المصرف في الحقيقة. ربما هناك أيضا شكوك في أن هذا العقد كان فيه نوع من التلاعب ربما أو كذا. أنا الذي يعني يحيرني كيف أن القضاء أسرع في إصدار هذه في هذا القرار وألزم مصرف الرافدين بدفع الشرط الجزائي. أرى بأن هناك سرعة في هذا الأمر، كان بالإمكان التروي من قبل المحكمة أيضا. فلا أدري بالحقيقة ما هي دوافع كل الجوانب التي دخلت في هذا الأمر من قضاء ومن مصرف رافدين ومن الشركة ذاتها بوابة عشتار وربما أطراف أخرى. طيب. لماذا هذا التسرع في صدور القرار أيضا؟ له جذور أيضا يعني ليست آنية، لا زال العراق مثلا يعاني من نظام مالي متخلف على الأقل مقارنة بدول الجوار القريبة منا. باختصار لو سمحت، لماذا يعاني العراق من هذا التخلف في الإدارة المالية؟ نعم، في الحقيقة هذا التخلف في موضوع الإدارة المالية ناجم عن الفوضى الموجودة الآن في الجانب الإداري والفوضى السياسية كذلك. فهذا طبعا ينعكس على كل جوانب قرارات الدولة وقرارات مؤسساتها المختلفة. فإذا هو موضوع يعني يرتبط بالظروف الحالية، ولكن إدارة مصرف الرافدين ومصرف الرافدين يمتلك تراث مالي تاريخي عريق أكثر من كما قلت 85 سنة هذا المصرف يعمل. كيف يستطيع أن يكون هكذا شرط جزائي في عقد اعتيادي مرة معه آلاف العقود؟ لماذا هذا الأمر؟ إذن هناك كثير من الشكوك، ولكن كما قلنا العقد شريعة المتعاقدين، وربما سوف تلزم الدولة من خلال مصرف الرافدين بدفع هذا المبلغ، والله أعلم بما وراءه من جوانب مرتبطة بفساد طبعا مالي كبير. شكرك جزيل الشكر الخبير الاقتصادي السيد موفق السيدية، كنت معنا، شكرا لك مرة أخرى.